رباعيه اسهل بكتير قوي من الثلاثيه. خطوات الحل، وتعالى نبدا نشتغل. عندي هنا ايه؟ عمود 130، وبيقول لك برضو ايه؟ شامل الاون ويد بتاعت الكاب، وابعاد العمود 40 في 60، بورد بايل قطره 60 سم، والبي بايل الاول 40 طن. يبقى معايا حمل العمود والكولوم دايمنشن والديامتر والالول بايل لود. تعالى نحل نمبر اوف بايلز، هعمل ايه؟ 130 على 40 يطلع 3 وربع. الرقم ده ما ينفعش نقربه للزياده، يطلع 4، يبقى استخدم 4، يبقى انا عندي هامه رباعيه. طيب اكشوال بايل لود 1.5 في بي كولو عشان احوله التيمت على العدد الجديد بقى اللي هو الاربعه ده، اهوت اجيب الحمل الفعلي يطلع 48.75. طيب توزيع الخوازيق في الهمه، كنا بنروح نعمل ايه؟ بشوف الاس بتاعتي بكام؟ 3 دي 3 في 6 من 10 1 8 من 10. طيب يبقى احط خازوقين مسافه منهم 1 8 من 10، واجي من هنا اقيس 1 8 من 10 واحط الخازوق ده 1 8 من 10، ويبقى العمود متسنتر في النص. العمود ده اهو تحطه افقي تحطه راسي مش هتفرق معاك في حاجه، هيطلع ايه؟ هيها في الهامه الرباعيه بس. طيب اجي من هنا اقيس مسافه دي 6 من 10 و6 من 10، ومن هنا 6 من 10 و6 من 10، واقفل الهامه. طيب الخطوه اللي بعد كده ابعاد الهامه كلها دي لو انت جمعت بقى تلاقي دي 3 متر ودي 3 متر. المومنت القطاع الحرج اللي عازم على وش العمود نفس الكلام، تعالى كده خد قطاع على وش العمود يبقى ده 1 1. طيب ويبقى ده ايه؟ A1 المسافه من سنتر الخوازيق لحد القطاع بتاعي. طب احسب الـ A1 ازاي؟ ايه رايك لما اخد الاس كلها المسافه دي كلها ماشي؟ واشيل منها طول العمود اللي هو 6 من 10 على 2. يبقى انا جبت الحته ايه ده اهي؟ الصغيره ده اهي، جبت الـ A1. طيب عاوز اجيب الام 1 يبقى 2 2 في 48.75، عشان انا عندي هنا في القطاع 1 1 ده اهو على يمينه خازوق 1 وخازوق 2 ومتضارب في 2، في حمل الخازوق الواحد فيهم 48.75 في 6 من 10 اللي هي المسافه اي 1، جبت العزم 58.5 طن متر. ده العزم الاولاني. طب انا مش عندي كمان قطاع هنا اهو على وش العمود اسمه 2 2، وعندي هنا مسافه اسمها A2، يبقى انا محتاج اعرف A2 بكام. يبقى S ناقص البي كولوم على 2، S كلها ده اهي 1.8 من 10، شيل منها 4 من 10 واقسم على 2 اجيب الحته A2 يطلع ب 7 من 10. عاوز اجيب العزم M2 يبقى 2 48.75 في 7 من 10 يطلع 68.4 طن متر. اخد العزم الكبير واجيب منه الدبس. خد بالك، خد بالك من حاجه، ان انا في القاعده الهامه الثلاثيه حسبت الدبس مرتين وخدت الدبس الكبير. هنا مش محتاج اعمل كده. ليه؟ ما هو انت عندك العرض اللي بيقاوم العزم 1 1 هو نفسه اللي بيقاوم العزم 2 2 بيساوي 3 متر. باخد العزم الكبير واجيب منه الدبس وخلاص. واحد يقول لي، واحد تاني يقول لي يا باشمهندس طب ما نحسب العزم 2 2 وخلاص. ما هو الطبيعي، الطبيعي ان ام 2 يطلع اكبر من ام 1، لان الاي 2 ده اهي لازم تطلع اكبر من اي 1. بص كده القطاع ده اهو اللي موازي للطول ده اهوت هيطلع اكبر، الاي 2 هتطلع اكبر. لا ما تعملش كده، لان انت محتاج ده عشان تحسب منه تسليح واحد وده تحسب منه تسليح اثنين، فكده كده لازم تجيبهم، فهاتهم من دلوقتي وخلاص. يبقى انا يا جماعه لازم اجيب العزمين، لازم اجيب العزمين واحسب الدبس بالعزم الكبير. طب هناخد العزم الكبير ده اهو، حد يقول لي، حد يقول لي البي بكام؟ البيب كام يا جماعه اللي بيقوم العزم بكام؟ ايه يا جماعه الناس نامت تاني ولا ايه؟ فين القطاع، فين اللي بيقوم العزم؟ يعني العزم قطاع 1 1 مثلا او قطاع 2 2، فين القطاع، فين اللي بيقوم العزم؟ العرض اللي بيقوم العزم فين؟
انا عندي الكبير العرض اللي هو 3 متر. طيب المساله خلاص اهي، هو انا حتى نقلتها غلط تقريبا، دي 3 متر يا جماعه، دي 3 متر. طيب 68 وربع، 68 وربع اللي هو العزم الكبير، تمام، في 10 و7 على 25 في 3000 يطلع 24 مللي. نعدل لكم الحاجات الصغيره دي، اعدلها، يبقى ده صغير قوي ما ينفعش، فاخد التي بي مينيمم ب 600 مللي، يبقى الدبس الجديد 530. شيك شير، تعال نشيك شير، تعال من وش العمود وخد قطاع من وش العمود كده، خد قطاع دي على 2، دي على 2 يعني بوينت 3 5 على 2 يطلع بوينت 2 6 5، اخد القطاع بتاعي هتلاقيه ما وصلش للخوازيق. طيب تعال الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه وقيس دي على 2 وخد قطاع هتلاقيه ما وصلش للخوازيق برضه. فالكيو شير للقطاع واحد هي نفسها للقطاع 2 بتساوي ايه بقى؟ انا باجي ان اهو احسب من بره، يمين القطاع واحد واحد عباره عن اثنين خازوق بيعمل لك قص، فهيبقى الكيو شير عباره عن 2 بي باي الاكشوال، يبقى 2 في 48.75 بيساوي 97.5، يبقى ده اللي بيعمل لي الشير على القاعده. يبقى الكيو شير في 10 اس 4 على بي في الدي، ده الاجهاد بتاع الشير، بيتقاوم بايه؟ البي اللي هو عرض القطاع بكام؟ ب 3000، 3000 مللي لا 3 متر، الدي 530، تعال عوض يطلع 61 ميجا باسكال، قارنه بالكيو سي يو اللي هي بتطلع ب 65 ميجا باسكال، يبقى سيف. يبقى انا مش محتاج اكبر الدبس في حاجه. طب نشيك بونشنج، تعال تعال من وش العمود وخد دي على 2 و265، من وش العمود دي على 2 وهكذا من الاربع اتجاهات وخد القطاع بتاع البنش. حلو كده، لقيته كده اهو، لقيته عمل ايه؟ ما قطعش في الخوازيق. طيب لو عاوز احسب الحته اللي فوق ده بكام، بتساوي 4 من 10، 4 من 10 اللي هي عرض العمود زائد الدي. مش احنا قلنا يا جماعه لو ده ال كولوم طول عمود وده بي كولوم، فيبقى الحته ده اهي اسمها بي كولوم زائد الدي، والحته ده اهي اسمها ال كولوم زائد الدي. يبقى ده 4 من 10 عرض العمود زائد دي على 2 فوق وده على 2 تحت، يبقى ده يبقى دي كلها، يبقى 4 من 10 زائد 53 من 100 يطلع ب 93 من 100. طب بالنسبه للطول 6 من 10 زائد دي برضو، بس 8 من 10 زائد 53 يطلع 1.13. طب الكيو بانشنج بقى المره دي بيساوي ايه؟ بيساوي البي التيميت كله. العمود هياخد الحته كلها الزرقاء دي كلها ويخترق القاعده. مفيش حاجه بتقاومه. طب لو عاوز تحسبها من بره تقول ايه؟ 4 بي باي. لو عايز احسبها من بره القطاع يبقى بيساوي اللي بره كله. يبقى 1.5 130، 1.5 ده عشان تبقى التيميت في 130 حمل العمود يطلع 150 طن. واحد تاني كان ممكن ان انا اضرب الاربعه في الاربع خوازيق. يعني اخد الخازوق الاولاني واضربه في اربعه يبقى ده الكيو بانش. كده او كده مش فارق. طيب البي نود بيساوي 2 في 93 من 100 زائد 1.13 اللي هي محيط القطاع الازرق ده. طب عاوز اجيب الكيو بانشنج، انا معايا الكيو كفورس 195 ب 10 اس 4 على البي نود 4120 ده اهي اللي هو البي نود ده اهو، بس حولته بالملي 530 يطلع الكيو بانشنج يجيبون 893. بقارنه بثلاث حاجات، المعادله الاولانيه ثابته دايما، المعادله الثانيه بس خد بالك المعادله الثانيه بتعوض بالايه؟ بابعاد العمود، ايه 4 من 10 والبي 6 من 10، البعد الصغير والبعد الكبير يطلع ده 1.5. المعادله الثالثه الالفا المره دي باربعه لان عمود داخلي برضه بيكون بانشنج باربع اضلاع، والبي نود باربعه و12 اعوض هنا اجيب من هنا لايه؟ هي مش عارف ما طلعتش ليه، بس ده هيطلع متاخر، ده هيطلع هتلاقي ان اقل واحد فيهم ده اقل واحد فيهم. يبقى الكيو بانشنج بتاعي اقل من الكيو سي يو بانشنج، يبقى انا سيف. هل يا جماعه في حاجه جديده؟ في حاجه مختلفه عن اللي احنا بنقوله؟ يا
يا ريت لما الرباعيه تجيلك في الامتحان، يعني يا ريت تجيلك في الامتحان اسهل حاجه في الدنيا هي او الثنائيه. طب نجيب تفاصيل التسليح، ده كان شكل الشكل القطاعات بتاعتي ام 1 1 ام 2 2 ام 1 كنت جايبه 58 ونص، ام 2 68 وربع. عاوز اجيب الاس 1، الاس 1 هو حد يقول لي يا جماعه الاس 1 اتعامل ازاي في اتجاه اكس ولا في اتجاه واي؟ الاس 1 عمودي على القطاع رقم 1، عمود على القطاع يعني في اتجاه اكس كده، يبقى ده اس 1، يبقى ده اس 1 واس 2 عمودي عليه كده. طيب شايف الناس نايمه ليه؟ ماشي. ام الت معايا 58 ونص 10 اس 7 63 في الجي في الدي عوض، يبقى ده 3786 ملم مربع. بس خد بالك ان ده متوزع على العرض كله، متوزع على العرض ال 3 متر، يعني ده مش 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 للمتر الطولي. يعني لو عاوز اجيب الاسياخ في المتر، الحديد اللي موجود في المتر الواحد هقسمه على 3 متر. مش ليه الاس 1 ده بتروح تفرده كده في الاتجاه ده كله، توزعه في 3 متر دول، توزعه في 3 متر دول. طب لو عاوز اجيب لي متر واحد، لمتر طولي واحد، اقسم الحديد على 3 متر، يبقى انا كده جبت الحديد على المتر الطولي الواحد، طلع 1262 ملم مربع على المتر الطولي. طب نقارنه بالمينيمم، 6 من 10 على الاف ال في البي في الدي، 6 من 10 على الاف ال 360 في البي اللي هي 1 متر في 530. انا جبت الحديد الكلي على البي على اللي متوزع على مسافه 3 متر، قمت محوله لحديد على المتر الطولي ومقارنه بالمينيمم على المتر الطولي، لقيته اكبر من المينيمم، يبقى انا اقول هستخدم ايه؟ اي اس بيساوي الرقم ده اهوت، احول الاسياخ يطلع 7.16. طيب كاتب لك ملحوظه هنا الاول، جرب الاقطار الصغيره الاول. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ممكن انك انت تجرب الفاي 16 الاول قبل ما تجرب فاي 18. يعني ما حدش يقول لك ايه انا اروح اعمل ايه 5 فاي 18، لا ال 7 16 احسن، ال 7 16 احسن. بس خد بالك ما تزودش عن 10 اسياخ في المتر، يعني ما تعملش ايه 12 فاي 16، لا كتير قوي كتير قوي، يعمل لك تعشيش. هو ده مش نص كود بس عشان التعشيش، ما تحطش 10 اسياخ، ما تقطعش 10 اسياخ في المتر. طب يا باشمهندس خلينا لك ملحوظه هنا، بقول لك فيها ايه؟ عدد اكتر قطر اقل، يعني لو القطر قليل والعدد كتير احسن ما يبقى العدد قليل وقطر كبير. يعني 7 16 احسن من 5 18، حد عنده فكره ليه؟ يعني ليه اما ازود الاسياخ وقطرها اقل احسن، احسن ما اقلل الاسياخ بقطر اكبر، مع انهم الاثنين هيحققوا لي هيوفروا لي نفس الحديد اللي انت عايزه. حد عنده فكره؟ لا مش انت لما بتزود الاسياخ، تخيل انك انت عامل 7 اسياخ، 7 اهو 2 3 4 5 6 7، ايه اللي هيحصل؟ المساحه السطحيه بتاعتهم، المساحه السطحيه كتير 7 اسياخ، فده بيزود لك التماسك مع الخرسانه. بما المساحه السطحيه بتاعتك كتير بيزود لك تماسك مع الخرسانه، يبقى الحديد ماسك على الخرسانه في مع 7 اسياخ، مع المساحه السطحيه بتاعت 7 اسياخ مش 5، فهيبقى احسن. يبقى الشرط ده عشان ايه؟ عشان التماسك. طيب الاس 2 انا معايا العزم اس 2 68 وربع في 10 اس 7 عشان احوله لنيوتن نيوتن ملي، وبعدين على 68 في الجي في الدي يطلع دهوت ب 4416، بس ده هو برضه متوزع على 3 متر، تعالى اقسمه على 3 متر يطلع الرقم دهوت 1472 ملم مربع على المتر. خلاص انت حسبت المينيمم مره، مش محتاج انك انت تحسبه تاني، يبقى حول الاسياخ يطلع 8.16. اهم حاجه في المساله انك ترسم تفاصيل التسليح كويس. تمام؟ تعالى ناخد قطاع، انا خدت قطاع بالشكل ده اهو. القطاع ده اهو اعمله ليه؟ عشان ارسم منه تفاصيل التسليح. ده القطاع اللي انا خدته، ده العمود، العمود وده الخازوق ده والخازوق ده. بص يا باشمهندس احنا هنعمل ايه بقى؟
احنا هنخلي الحديد الكبير، الحديد الكبير اللي عنده عزم كبير ده هوت هو اللي يبقى فرش، هو اللي يبقى فرش. يعني ايه؟ انا اس 2 هو اللي كبير، الاس 2 اللي هو في الاتجاه ده اهو هو اللي كبير، فهنخليه فرش. والتاني اللي هو اس 1 ده اهو في الاتجاه اكس ده، ده اس 1 يبقى هو ده الغطاء. طب تعالى كده، انا بعد القاعده بتاعت 2 من 10 6 من 10، اس 1 فين؟ خلينا برضو نسميها بلان عشان نوضحها. ابعاد الهامه 3 في 3، ابعاد العاديه لو انت عاوز ترسمها ارسمها، خد رفرفه من هنا 2 من 10 ومن الناحيه الثانيه 2 من 10، دي خرسانه عاديه بنعملها بس فرش نظافه يا جماعه، فرش نظافه قبل ما نعمل مسلحه عشان ما نعملش الخرسانه المسلحه مرتكزه على الارض على طول، فتبقى قريبه من التربه يبدا يخش فيها ميه، فالميه توصل للحديد، الحديد يصدي، فبنبعد عن القصه دي ان احنا نعمل فرش نظافه من الخرسانه العاديه. طيب دي مش مشكلتي، تعالى كده اس 1، اس 1 اهو قيمته كام؟ 7 16، 7 16 على المتر، ممكن نكتب على المتر اللي هو برضو يبقى احسن، هعدلها لك برضو في الفايل على المتر. طيب ده يبان ازاي على البلان؟ اهو 7 16. طيب انا قلت لك الحديد، الحديد الكبير اللي عنده عزم كبير هعمله فرش، هعمله فرش. لما تبص على اس 2 يبان ازاي على يبان ازاي في الاليفيجن؟ يبان هنا نقطه، فيبقى الاس 2 بالشكل ده. حطيته تحت ليه؟ علشان قلت لك هعمله هو اللي فرش، فيبقى اس 2 ده اهو 8 16، ده اللي انا حسبته ده 8 16 على المتر برضو، على المتر برضو يبقى ده 8 16. طب ده شكله ازاي اصلا؟ برضو على شكل حرف يو. هل انا محتاج شبكه علويه؟ لا، مع السمك القاعده 60 سم، 60 سم محتاج شبكه علويه؟ مش محتاج، ما تعملهاش. طب ايه تاني؟ بحط هنا اهوت سيخ، هنا اهو السيخ ده اهو فاي 10. السيخ ده لازمته ايه؟ ده بيربط لي السيخ ببعض. يعني ايه؟ انا لما كان عندي شبكه علويه كانت الاسياخ من فوق متربطه في بعض، اما دلوقتي الاسياخ من فوق ممكن ان هي تميل، مفيش حاجه ماسكاها من فوق، فتبدا ان هي ايه تميل لجوه شويه كده، تميل لجوه شويه كده بالشكل ده. فبحط له فاي 10 داير، سيخ داير. يعني السيخ ده شكله ازاي على في البلان؟ سيخ واحد كده اهو وداير كده، مربط لك كل الحديد من فوق، سيخ واحد فاي 10 يربط لك كله ببعضه، وهوريك لها صوره دلوقتي. طيب ممكن هنا اقوم راح انا منزل بقى حديد العمود، واقوم راح ايه عامل حديد الخازوق بتاعك والحديد الخازوق الثاني، ونبدا نفتحه جوه الهامه بالشكل ده. حد يا جماعه عنده مشكله في التسليح؟ تمام يا باشمهندس. طب تعالى اوريك السيخ ده اللي انا قصدي عليه. بص اهي، دي تقفيصه الحديد، تقفيصه الحديد قبل ما ننزلها في الهامه. الهامه بتاعتك ده اهي قبل ما ننزلها وعملت لها الخشب بتاعها والخوازيق اهي موجوده هنا وكل حاجه اهي مفيش مشاكل. ماشي؟ بعمل ايه؟ بروح اعمل التقفيصه ده اهي بره، واقوم راح واخدها حاططها في الايه؟ سقطها في الخشب بتاعي. تقفيصه الخشب اللي انا عاملها. شايف بقى اللي هو معمول باللون الازرق ده اهو؟ اللي باللون الازرق ايه؟ بنفسجي ده اهو. ده السيخ اللي هو سيخ كده بقى على الداير كده، ممكن هو مش معمول بس احنا نعمل له انديكيشن كده. سيخ واحد بيربط لك كله من بعضه عشان الحديد ما يعملش ايه؟ ما يجيش من فوق تلاقي الحديد عمل كده. ما هو حر من فوق. على عكس السكشن اللي فات كنا احنا عاملين شبكه علويه اصلا. كان فينا ايه؟ كان فينا شبكه علويه فما كنتش محتاج سيخ على الداير ولا حاجه، ما انت كده كده مربطه من فوق. اما هنا بقوم عامل انا سيخ داير كده بالشكل ده يربط لك كله ببعضه. نوقف الريكورد خالص.